السلام عليكم، أتمنى الجميع بخير. متابعينا الكرام، فيديو الإمام وليد مهساس والقطة اللي ركبت كتافه وأخذت داعب خده راه مازال داير ضجة عالمية، وآخر الإحصائيات راه تقول وصل 1 مليار مشاهدة على مواقع التواصل. شفتوا يا خوتي، ربي سبحانه كيحب يكرم عبده الإمام وليد مهساس بفيديو مع قطة في كتافه وسلمت على خده في ثواني، حصد ما لم تحصده كبريات الاستوديوهات التي تصرف الملايير على مسلسلاتها. لأنه يا خوتي الإعلام العالمي كامل نشر الفيديو تاع الإمام والقطة، وحتى مشاهير وشيوخ العرب عبروا عن فرحتهم وإعجابهم بهذه اللقطة في الجزائر التي حدثت في الجزائر. إمام وخطيب المسجد الحرام الشيخ ماهر المعيقلي معلق على هذه الحادثة تاع الإمام والقطة، وخصوصا على مداعبة القطة لوجه الإمام الجزائري، وقال هذه القبلة فيها حب لكلام الله وخشوع وإدراك لعظمة الخالق، آية من آيات الله شاهدها العالم وبدون ترتيب. وكذلك الإعلام حفيظ دراجي قال سبحان الله العظيم وبحمده، فيديو الإمام الجزائري والقط يبلغ أكثر من 1 مليار مشاهدة عبر العالم في يومين. القصة قط يصعد فوق كتف الشيخ وليد مهساس إمام مسجد أبي بكر الصديق بمدينة برج بوعريريج شرق الجزائر عندما كان يؤم الناس في صلاة التراويح. القط داعب وجه الإمام ثم نزل في اللحظة التي كان ينهي فيها قراءة سورة الأنعام ويهم بالركوع لا إله إلا الله محمد رسول الله.